يعني مشاهدينا بنسمع كثير عن العلاج بالموسيقى يلي استخدم من قرون ولليوم، وبعض الدول يمكن انشات مراكز خاصه لينتشر بشكل اكبر هذا النوع من العلاج، ولا سيما بعد ما شافوا نتائجه الايجابيه على كل مين خضع له. يعني مو بس يمكن اي العلاج بالموسيقى اللي يمكن اثبت نتيجته، حتى العلاج بالالوان ناسب كثير من الاشخاص اللي كانوا عم بيعانوا من متاعب نفسيه او حتى بدنيه. رح نتعرف اكثر عن العلاج بالموسيقى والالوان مع الدكتور مجد علايا، مدرب بتطوير الذات والاستشارات النفسيه. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور مجد، اهلا وسهلا فيك معنا. يعني العلاج سواء بالموسيقى او حتى بالالوان، لاي مدى اليوم مفهومه منتشر بشكل صحيح بمجتمعنا؟ هلا بمجتمعنا يعني بعده ما اخذ حده، ولكن اذا بدنا نحكيها كعالميا فهو يعتمد حتى كعلاج يعني مبني على اسس علميه، وبنفس الوقت نحن فينا ندمجه بكثير من العلوم، يعني مو بس انه مقتصر انه فقط علاج بالموسيقى والالوان. يعني اليوم في عندنا الطب النفسي الموسيقي، في عندنا الطب التقليدي نفسه يعني ممكن يعتمد بالاضافه للعلاج المتعارف عليه انه كتكميل بالموسيقى او العلاج بالموسيقى. تمام، معناتها العلاج بالموسيقى او الالوان خلينا نقول هو علاج مرافق ممكن يكون دكتور للعلاجات الاخرى، فينا نقول يعني تكميلي، فينا نقول داعم. في ناس بتقول مصطلح الطب البديل او العلاجات البديله، أنا بصراحة ممكن نقول هيك؟ انا بصراحه لا، ما مو مع مصطلح الطب البديل، لا خلينا نقول تكميلي فبيكون ادق المصطلح يعني. تمام. طيب دكتور شو رايك بالعلاج بالروائح؟ يعني كنا طبعا بس نقول للمشاهدين شو القصه، وقت دخل الدكتور فنحن معنا الشيف وفي اكل، فعم نمزح مع الدكتور قلنا له نحن هون بالاستوديو عندنا العلاج بالروائح، عم قلنا الدكتور انه في شيء عن جد اسمه العلاج بالروائح. هلا شوفي اللون والصوت والرائحه في لهم تردد معين، يعني انت نحن ناخذ مثال البحر كلون بحر، صوت البحر، حتى الريحه اللي بتكون عند الشط. تمام، عن جد قد بتعطي ريحه ثلاثه تماما بيعطوا، فنحن ما فينا نفصل ابدا الاروما ثيرابي او العلاج بالروائح، كلهم مكملين بعض بالضبط. تمام، لون، رائحه، صوت. تمام. طيب خلينا نبدا بالصوت، اوكي، ونحكي عن دور الموسيقى بالطب النفسي هيك بشكل موسع، لنروح لنعرف عن جد نحن كيف ممكن نحن لحالنا نعالج نفسنا بنفسنا بالامور اللي بنقدر فيها بالموسيقى. نحن اول ما وعينا على الدنيا بلشنا العلاج بالموسيقى عن طريق امنا، لما كانت تهز، لما كانت تغني لنا لحتى ننام، لما تحكي حكايه فنلاقي حالنا نايمين، ولكن ممكن العكس بالعكس، يعني ممكن احيانا حدا يصرخ فينا فبالتالي ممكن يترك اثر سلبي يعني علينا، فكله ينطوي تحت العلاج بالموسيقى. انا وقت عم بحكي العلاج بالموسيقى الترددات الصوتيه وليس الغناء، يعني احنا في فرق بين الطرب وبين الغناء. تمام. في فرق بين الموسيقى اللي بتكون ايقاعيه وبين الموسيقى الوتريه. تمشي خلينا نقول برتم معين او بهيك بسويه معينه هي بتكون مؤثره بهدول الاشخاص. طيب خلينا نحدد اكثر، شو هي الحالات دكتور اللي نحن بنقدر نقول انه هذا الشخص نحن اذا تعرض لنوع موسيقى معين او للعلاج بالموسيقى ممكن هذا الشيء يساعده ويحسن من حالته ان كان النفسيه او حتى الجسديه؟ هلا هو اكثر شيء حسب الاستطلاعات والاحصائيات حالات التوحد، الاحتياجات الخاصه، التعلم عن طريق الموسيقى، يعني نحن هلا الالفابيت تماما او حتى جدول الضرب لما بيعلمونا اياه بطريقه موسيقيه يمكن نحفظه اكثر ما انه يكون جامع. صحيح تماما. فيمكن دكتور كثير اشخاص بيعانوا من ستريس معين، بيكون عندهم توتر او ضغط نفسي، البعض بيلجأوا لنوع من الموسيقى معين، هلا بتختلف من شخص لاخر، يمكن اغلب الناس بتحط مثلا موسيقى هيك لتعمل شيء مثل ريلاكسيشن او شيء كلاسيك او ايه، فحسب في شيء معين يعني بتنصحوا فيه كاطباء انه اذا صار معك حاله ستريس معينه الجاء لهذا النوع من الموسيقى؟ هلا في عندنا البيانو والساكسيفون. تمام، يعني هلا هن نحن فينا نقول كموسيقى ممكن تكون مؤثره بشكل كثير قوي على الانسان لما بتكوني انت معصبه او تكوني تحت تاثير ستريس فممكن تهديكي، ولكن في ناحيه كثير مهمه، احيانا في ناس بيكونوا درجه من القلق النفسي والاكتئاب انه اذا بتسمعيها الموسيقى ممكن يتوتروا بزياده. هلا هون حسب اول شيء التكنولوجي او المصدر اللي عم يطلع منه الموسيقى ممكن ياثر. كنا عم نحكي قبل شوي انه في موسيقى نحن بنسمعها كترددات صوتيه يمكن ما نسمعها باذننا، ولكن هي موجوده امواج تحت الصوتيه وهي اخطر على فكره. عم تدخل على دماغنا على سمعنا.
في شيء اسمه سبليمينال مسج او الرسائل الخفيه ممكن تندرج تحتها، هي الموسيقى اللي ما بتسمعيها انت باذنك ولكن بتاثر فيك. تمام. طيب طريقه السمع خلينا نقول الصحيحه، يعني حضرتكم بعياداتكم دكتور كيف بيكون طريقه تسميع المريض لهي الموسيقى؟ لازم هو يكون بوضعيه جسديه معينه مثلا وضعيه الاسترخاء؟ استرخاء. لازم كيف يسمع الموسيقى؟ لازم يكون في استرخاء، لازم يكون هو برجعوا بقول لك الالوان والموسيقى هن مترافقين، يعني انا مثلا هلا اذا بسمعك موسيقى هذا ولكن كان في ضوء كثير ساطع فما بتكون مؤثره صح، او ممكن يكون في رائحه مثلا تكون غير منسجمه مع الموسيقى فبتاثر. هلا هي افضل وسيله لحتى ناخذ العلاج الموسيقي الامثل هي عن طريق الهيدفون. وهيدفون محلك مواصفات كثير عاليه ولكن على اقل تقدير ما يكون عم يعطي تشويش او يعطي شوي، لانه هلا يمكن الهيدفون بنشوف ليفت ورايت، ما حدا منا سال انه ليش يمين ويسار؟ تماما، لانه هي بتاثر بالنصف اليمين من الدماغ والنصف اليسار من الدماغ وبالتالي بتساوي شيء اسمه بينيورال بيت. يعني المحصله الموسيقيه من سماع الاذن اليمين مع الاذن اليسار بتعطي نغمه معينه، هي بتفوت فورا للغدد اللي هي الغده النخاميه الغده الصنوبريه ومن ثم تفرز النواقل العصبيه السيروتونين هرمون السعاده الدوبامين المتعه. تمام. حتى المسكنات على فكره في كثير مشافي من العالم تعتمد على المسكنات الطبيعيه. انا بعرف مشافي ما بيعطوا مسكنات كيميائيه قاقير، فقط بيعطوهم موسيقى فبتلاقي بعد ثلث ساعه بلش ينام او بلش تاثير الاسترخاء يبين عليه. دكتور مره شفت فيديو كانوا حاطين فيه اشخاص كيف بيعالجوهم بالموسيقى واستغربت انه هو الموضوع ما له فقط للاشخاص اللي عندهم ضغط او ستريس، لا في اشخاص اللي عندهم كانسر مثلا ممكن يعالجوهم بالموسيقى. تماما. في اشخاص اللي عندهم شيخوخه مثلا كمان كانوا هيك عم يسمعوهم الموسيقى فتتحسن نفسيتهم، او زهايمر يمكن. تماما. كمان فيمكن الموضوع ما له فقط للناس اذا انت عندك ستريس، لا يمكن اوسع من هيك بكثير. تماما بالضبط. نحن اذا بنوع على الموسيقى وبننام على الموسيقى فبنكون تبرمجنا على شيء كثير حلو. على ذكر الكانسر او مرضى الكانسر، هو بتعرفي بياخذ كيمو ثيرابي والقصص هي، فالموسيقى تساهم كثير في تخفيف الالم او موجات الاكتئاب. نحن عم نحكي عن النواقل العصبيه، حكيت قبل شوي السيروتونين الدوبامين هي هرمونات السعاده، فلما انت بتعطي نوع من الموسيقى فبتخفف كثير من اوجاعه ومن الامه عبر الاندروفين اللي هو هرمون المسكن. عم تنفرز هي الهرمونات فعم يخف يمكن الالم. هلا كمان ما ننسى وما نتجاهل ابدا الصوت البشري اللي هو بيدخل ضمن العلاج الموسيقي، الترددات، ففي اصوات احنا بنسمعها وبنضطرب لها وبنرتاح، وفي اصوات ماني قدران اسمع صوته. تمام صح. فبالنهايه ترددات، كلها ترددات. طيب خلينا ننتقل شوي لموضوع الالوان دكتور مجد، يعني شو كمان تاثير الالوان على نفسيات الاشخاص؟ يعني يقال انه الواحد بس في الصبح اللون اللي بيختاره كملابس او الشيء اللي هو اللي بده يلبسه هو بيعبر شوي عن حالته النفسيه او عن الشيء اللي هو حاسس فيه. قديش كمان الالوان بترتبط بتحسين نفسيه الاشخاص؟ جداً. هو في شغله بالفطره سبحان الله، احنا الواحد بيفتح الخزانه فبيلبس ثياب ما تكون خاطره على باله. تمام. هي حسب المود او حسب الحاجه له. هلا هو العلاج بالالوان مثل ما حكيت قبل شوي انه اللون فيه له تردد والصوت والرائحه، فاليوم اذا كان في شخص كفيف لا يرى وحطيناه مثلا في غرفه حمراء اللون او زرقاء اللون فبنلاقي انه تاثر باللون، يعني ما ضروري تشوفي اللون انت اللي تتاثري فيه. فهي ناحيه كثير مهمه ما بيعرفوها. البيبي الصغير مثلا هو اكثر حدا يتاثر بالالوان، فبتشوفيه بيجذب لشخص دون شخص حسب اللون. اللون هلا هون ما بدنا كثير نتوسع بموضوع لانه في شيء اسمه اورا او الهاله للانسان اللي هي بتعكس لون المود تبعك. تمام. هو في دلالات معينه يعني ولا هو موضوع نسبي بيختلف من شخص لاخر؟ يعني في شخص بيكتئب اذا لبس اسود او اذا شاف لون اسود وشخص ثاني ممكن يتفائل بهذا اللون، في قاعده معينه للالوان وتاثيرها؟ اللون له تاثيرين، تاثير ارسائي، يعني ممكن اللون مثلا الاحمر نفسه يعني في ناس بتتذكر فيه الورد الجوري فبتنبسط، هنا اللون الاحمر نفسه بتتذكر لون الدم فبتكتئب حسب شو رابطين اللون. ارساء نفسي. تمام. الا انه التاثير يعني يختلف حسب درجه اللون نفسه او حسب تاثيره النفسي. تمام. طيب دكتور خلينا هيك بالختام نعطي نصيحه للاشخاص اللي عم يتابعونا، يعني كنصائح هيك يوميه بيقدروا يستخدموها ليحسنوا دائما من نفسيتهم ويستخدموا الموسيقى والالوان بشكل ايجابي بحياتهم. هلا ليه نحن ما ناخذ التاثير الطبيعي، يعني المؤثرات الطبيعيه نفسها، يعني ممكن نسمعها، يعني صوت البحر مثل ما حكيت وموجود على فكره وبدقه، يعني موجود على النت. صوت طقطقه الحطب بالشيمينيه هذا له تاثير كثير. تمام. صوت المطر
وعلى فكره نفسيا بنحس بالدفء يمكن بس نسمع صوت الحطب، ونفسيا بنحس بالبرد بس نسمع صوت المطر. ونتجنب ونتجنب الالوان الصارخه يعني مثل الفسفوري الاحمر، الفسفوري الالوان هي، لانه هي كثره التعرض لها ممكن يصيبني نحن بتوتر ولكن ما بيظهر بعدين. هي مشكله انه عم تاخذي جرعه لونيه. انت بتسال انه انا ليش هيك صاير معي، ليش انا اليوم متوتر، مع انه ما بيكون صاير معه اي حدث يمكن خطير الواحد. ومو بالضروره يكون تعرض لفتره طويله مثل ما حكيت، يعني ممكن تكون جزء من الثانيه انت مريتي على لون بس ترك اثره فبيظهر بعد فتره وتاثرت بهذا الشيء. نشكرك كثير دكتور مجد على وجودك معنا، يعني دائما الطب بشكل عام بتطور وفي كثير اشياء هي بتساعد دائما المريض فعلا على هو تحسين صحته وتحسين نفسيته، والعلاج بالموسيقى عالميا جدا مستخدم وكل العالم عم تستخدمه، ان شاء الله نقدر كمان نستفيد منه ببلادنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك دكتور، اهلا.